السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. ملاعب بلدنا بيطوف جميع الملاعب المصرية. استدل الستار بعد موسم شاق وموسم عصيب وموسم خاص بالأزمات، ولكن الفرحة الغامرة لأندية البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه عن مجموعة الصعيد. ألف مبروك لنادي البنك الأهلي صعوده للمرة الأولى في تاريخه عن مجموعة الصعيد للدوري الممتاز. والفرحة الثانية لنادي سيراميكا كليوباترا لأول مرة أيضا في تاريخه صعوده للدوري الممتاز عن مجموعة القاهرة وخط القناة. وألف مبروك لنادي الكيان النادي العريق نادي غزل المحلة بعد موسم شاق في مجموعة الموت، مجموعة بحري والتي تضم أكثر من نادي كان سبق لهم اللعب بأندية الدوري الممتاز، ولكن حسم بطاقة التأهل والصعود للدوري الممتاز نادي غزل المحلة. طبعا غزل المحلة نادي كيان كبير، وضعه ومكانته الطبيعية في الدوري الممتاز. طبعا ما ننساش الحصان الأسود في المجموعات الثلاث. المجموعة الصعيد الحصان الأسود كان بترول أسيوط، أما مجموعة القاهرة كان الحصان الأسود القناة، أما المجموعة الثالثة الحصان الأسود اللي شرف طبعا مدينة ديكرنس نادي ديكرنس، نادي جيد جدا، نادي ممتاز، نادي بفكر عالمي بفكر جيد، طبعا أحرج الأندية الكبيرة في نتائجه مع مباريات القسم الثاني. طبعا فريق له كيان وفريق مميز، ولكن نكرر ألف ألف مليون مبروك لصعود نادي غزل المحلة الكيان الكبير ومكانه الطبيعي والوضع الطبيعي له في الدوري الممتاز. طبعا ما ننساش أيضا القسم الثالث. القسم الثالث طبعا في مباراة فاصلة بين ناديي الجزيرة المطروحي ونادي المصري السلوم، تمكن نادي الجزيرة بالفوز على نادي المصري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الفاصلة والحاسمة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد جامعة الإسكندرية، وبذلك يصعد نادي الجزيرة مباشرة لدوري القسم الثاني. أما دوري القسم الرابع طبعا مجموعة القاهرة، مباراة ترقي ما بين نشئ العمال ونادي مستقبل الوطن ونادي إيرو سبورت ونادي إسكو، طبعا مجموعات هتبان الرؤية إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. أما مجموعة البحيرة، مجموعة البحيرة تمكن فريق الدلنجات بالفوز في مباراته الأخيرة والصعود لدوري القسم الثالث بعد مباراة شيقة مع نادي بروكس الجديد والحديث، ولكن كرة القدم نادي الدلنجات طبعا نادي عريق. طبعا مسك هذا النادي المدير الفني الكابتن تامر السودان، طبعا بدأ مع الفريق وحصل على نتائج جيدة في هذه المجموعة. وطبعا ما ننساش نادي المجد السكندري ونادي العمرية ونادي دلفي ونادي أصحاب الجياد والإم بي في، طبعا مباراة الترقي للصعود للقسم الثالث، والمباراة ستبدأ إن شاء الله أو بدأت بالفعل وفي انتظار أصحاب بطاقتي التأهل للقسم الثاني. طبعا هذا الموسم هو الموسم المنفرد، الموسم العصيب لجميع المسابقات جميع الأقسام، القسم الأول والقسم الثاني. طبعا معانا الكابتن عمرو رمضان المدير الفني لفريق الشباب بنادي غزل المحلة والصاعد لدوري الممتاز للفريق الأول. أهلا وسهلا كابتن عمرو. مساء الخير يا كابتن احمد ومنور الشاشه ودايما متالق ان شاء الله. حبيبي الف 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 مليون مبروك. مبروك علينا كلنا يا كابتن الحمد لله. ودي فرحه علينا كلنا، ويا رب
نفضل طبعا في مكاننا الطبيعي دور ممتاز، وده اقل حاجه تليق باسم غزل المحله، اسم كبير وتاريخ كبير في كره القدم، وطبعا كلنا بنفتخر ان اسمنا مرتبط باسم غزل المحله أكيد طبعا. وبكيان كبير زي غزل المحله. طبعا تقول إيه في هذه النشوة والفرحة الغامرة لجمهور نادي الغزل المحلة؟ بقول لهم ألف مليون مبروك، وطبعا كلنا في فرحة كبيرة، وأنا عارف إن النهاردة المحلة ما مش يعني هتنام، جمهور المحلة مش مش هينام ما فيش النهاردة. نوم النهاردة، لا خلاص ما فيش نوم النهاردة، ده الاستاد اتفتح دلوقتي كله على مصراعيه زي ما بيقولوا، تمام الأبواب الاستاد كلها مفتوحة والاحتفالية كبيرة، بيحتفلوا باللعيبة وبالجهاز، وده أقل حاجة يقدموها للعيبة والجهاز اللي رجعوا المحلة للمكان الطبيعي، وببارك طبعا لكابتن مصر واخويا الكبير كابتن خالد عيد، وبقول له الف مليون مبروك، وتستاهل تستاهل كل خير، لان ده اقل حاجة انت قدمتها لجمهورك وللناس اللي بتحبك كلها، وقول يا رب ان شاء الله غزل المحلة يفضل في المكان الطبيعي ليه، وتبقى يعني ايه التجربة الاخيرة اللي كانت للنادي موجودة ان نستفيد منها، ان أكيد نقدر نكون موجودين في الدوري الممتاز وما نقدرش ننزل تاني ان شاء الله، إن شاء الله. وتقدر كابتن عمرو، كابتن عمرو، كونك مدير فني لفريق الشباب طبعا، هل زاد الحمل طبعا وزاد طبعا زادت الصعوبة؟ لأن طبعا الفريق الشباب لازم أن يدعم الفريق الأول، ما اختياراتك في المرحلة المقبلة؟ وطبعا أنت داخل على دوري جمهورية يمثل نادي غزل المحلة في الممتاز. اول حاجه بعد انتهاء المباراه على طول احنا عاملين جروب لفريق 99، تمام اول حاجه قلت لهم الف مبروك عليكم كلكم، وانتم مكتوب لكم تلعبوا السنه دي جمهوريه، قلت لهم عايزين نظر بمظهر كويس ونقدم حاجه تليق باسم غزل المحله، انت النهارده حتى لو بتلعب في مسابقه الناشئين انت مطالب تظهر بمظهر كويس حتى يليق بالاسم الكبير غزل المحله، ونقدر نقدم حاجه السنه دي، كان موجود في الفريق اكتر من 5 لعيبه من مواليد 99 مواليد 2000 وبيلعبوا اساسيين في الفريق، يعني ان شاء الله احنا بنشتغل على النقطه دي، يبقى في الدوري الممتاز ان شاء الله اكتر من لعيب في الفريق الاول، ويبقى داعمين ان شاء الله للفريق بلعيبه من أخيرا 99 كابتن، و2000. أخيرا كابتن عمرو، أبرز اللاعبين في فريق الشباب. عندنا عبد يحيى مواليد 99 ومهاجم الفريق، وكان موجود النهارده في التشكيل الاساسي، في النادري والنادري الديفندر موجود النهارده في التشكيل الاساسي، في عبد القادر مساك موجود، في حسام حسن لاعب منتخب الشباب، في يعني اكتر من لعيب موجودين مع الفرقه، حاجه محترمه قوي وحاجه تليق باسم غزل المحله، وان شاء الله يبقى في اكتر من لعيب ان شاء الله الفتره الجايه موجود في الفريق الاول ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن عمرو رمضان، المدير الفني لفريق الشباب بنادي غزل المحلة والصاعد للدوري الممتاز. طبعا المحلة طبعا كيان كبير، وطبعا زي ما سمعنا من الكابتن عمرو أكثر من 5 لاعبين تم تصعيدهم للفريق الأول، ودخلوا فعلا السكور في مباراة حاسمة مثل مباراة الأولمبي اليوم، والذي تمكن نادي غزل المحلة في الفوز على النادي الأولمبي بهدفين مقابل هدف، والحمد لله تم صعوده للدوري الممتاز. طبعا ما ننساش طبعا الجهد الوافر من الاتحاد المصري لكرة القدم، طبعا موسم استثنائي وموسم صعب، كلنا كنا بنقول يا ريت كان الدوري اتلغى وبدأت مسابقات جديدة لهذا الموسم، ولكن كل فريق يأخذ حقه، وطبعا الحمد لله اكتملت معظم أو جميع المسابقات الفعلية الموجودة بالاتحاد المصري، ما عدا طبعا مسابقات الناشئين الذي تم إلغائها بالفعل، ولكن جميع المسابقات تمت الحمد لله على خير وبنجاح، منها القسم الأول، وطبعا الأهلي طبعا فاز ببطولة الدوري طبعا، وطبعا القسم الثاني، وتم تصعيد أو صعود 3 فرق عن المجموعات الثلاث، وبالنسبة للقسم الثالث صعود أكثر من فريق، الفريق الأوائل طبعا بنتكلم عن القسم الثالث، النادي السكة الحديد القاهري، الكابتن إيهاب بيتا وكابتن جمعة مشهور عاملين شغل طيب وشغل جيد مع فريق السكة الحديد القاهري، وتم صعود الفريق رسميا للدوري الممتاز به، ألف شكر طبعا وألف مبروك لكيان السكة الحديد القاهري. طبعا ما ننساش نادي سبورتنج الرياضي، نادي سبورتنج العريق بمدينة الإسكندرية، تم صعوده مباشرة بعد
صدارته لمجموعة الأسكندرية وصعوده لدوري الممتاز به بقيادة الكابتن أحمد فاروق. طبعا موسم عصيب زي ما قلنا، وموسم غير مسبوق، وربنا يا رب الأيام اللي جاية إن شاء الله بإذن الله ما يكونش فيه أزمات، ويكون وإن شاء الله يكون موسم جديد طيب علينا كلنا، بداية من القسم الأول وحتى قطاعات الناشئين. طبعا ما ننساش برضو سيرس الليان الذي تم صعوده للممتاز به أيضا بعد حصوله على المركز الأول عن مجموعته. هنطلع لتقرير عن تأبين المرحوم اللاعب نادي مركز شباب فريق مغنين اللاعب محمود رضا المنسي الذي توفى أثر حادث أليم. هنطلع لهذا التقرير. أهل البلد الطيبين طبعا كلهم قاموا بالواجب مع أسرة الفقيد وعملوا يوم تأبين ويوم حاجة كويسة لهذا الشاب المتوفى، وطبعا لفتة طيبة من المستشار إكرام يوسف طبعا وجوده ضمن هذه الاحتفالية. هنطلع لهذا التقرير ونستقبل ضيوفنا الكرام. طبعا ده كان حفل تأبين طبعا اللاعب محمود رضا المنيسي عليه رحمة الله، ولا ننسى طبعا ننعي ببالغ الحزن والأسى في وفاة السيد اللواء علي عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادي الداخلية الرياضي، والذي وافته المنية اليوم عليه رحمة الله وأسكنه الله فسيح جناته. طبعا الباشمهندس حسام عزو المشرف العام على الفريق الأول بنادي غزل المحلة معنا على الهاتف. أهلا وسهلا باشمهندس حسام. أهلا بك يا سهل. أهلا بك يا فندم. أخبارك إيه؟ طبعا المحلة مدينة المحلة النهاردة مش هتنام يا فندم. احنا لسه ما روحناش، احنا لسه لغاية دلوقتي لسه في الطريق رايحين على الاستاد. ألف مليون مبروك يا باشمهندس. قول لي كده الفرحة الغامرة لجمهور المحلة. أكيد طبعا الفرحة حلوة طبعا، والناس كلها فرحانة. المحلة دي جماهيري طبعا حضرتك عارف. تمام. فطبعا ربنا كرمنا الحمد لله بالصعود، فرحان الحمد لله بشكرك يا رب طبعا على الصعود، وده أقل حاجة نقدر نقدمها لجمهورنا الحبيب طبعا يعني. أكيد طبعا يا باشمهندس، طبعا ألف مليون مبروك طبعا، وإن شاء الله هو ده مكان ووضع الطبيعي لنادي غزل المحله يا باشمهندس. الحمد لله يا فندم، ده اكيد ده مكاننا الطبيعي، ده الدوري الممتاز يا فندم. ان شاء الله كده، ان شاء الله غزل المحله كده ان شاء الله باذن الله عايزينه بقى مكانته وجمهوره العظيم يرجع ان شاء الله مع رجوع الجمهور باذن الله. شكرا جزيلا مهندس حسام عزو المشرف العام على الفريق الاول بنادي غزل المحله الرياضي والصاعد للدوري الممتاز. انضم الي في الاستوديو في الفقره الاولى الكابتن زيزو الضبع مدير تصويق شركه اسيا سبورت. اهلا وسهلا كابتن زيزو، نورنا كابتن زيزو. اخبارك ايه؟ تمام. ومعنا اللاعب جيد علاء سيد محمد لاعب نادي المصري السلوم. اهلا وسهلا. اهلا بك. اخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. كابتن زيزو، في الاول كده عايز اتكلم عن اهداف شركه اسيا سبورت، طبعا بتهدف لايه هذه الشركه؟ والله شركه اسيا سبورت اهدافها كلها انها تطلع نجوم او المواهب تمام. اللي هي المميزه اللي هي الموجوده سواء في الصعيد او في القاهره او في اسكندريه. هي سواء بنشوف اللاعب بنجهزه سواء على مدربين على اعلى مستوى تمام، كتدريبات كاعداد كمعسكرات، بنشوف اللاعب بنقيمه، بعد كده بنحدد له مثلا المكان اللي هو اللي ممكن يكون مناسب ليه، مثلا بنعمل له مثلا نظام اختبارات الاول. طب ابرز اللاعبين حاليا اللي تم تسوقهم لبعض الانديه؟ في احمد شطه، احمد فرج هريله ده لاعب 2003، لاعب 2003 لاعب كويس جدا. في خالد الشريف، في لاعب اللي هو حارس المرمى، حارس المرمى في لاعب وليد جمال الدالي، في السيد نافع بوجيل، في مجموعه برضك في الصعيد 2005 و2006 بس عشان خاطر بقيه المدارس او كده بنعمل لهم الشغل بتاعهم، بيتم تجهيزهم طبعا. بيتم تجهيزهم الفتره الجايه ده.
في اللاعب برضك علاء اللي هو لسه اهلا منضم في ريكاو. لا علاء بقى ده قصه ثانيه بقى. علاء قول لي كده، علاء انت مركزك ايه الاول؟ هاف رايت ولا ليفت؟ هاف رايت. تمام، قول لي بدات فين علاء كده؟ في صهاد. بدات لعبت في صهاد، نادي صهاد. والنجوم المستقبل ونادي نجوم المستقبل. تمام. يعني انت لعبت في صهاج، يعني عندي دوري ممتاز اذا كان به او الف، يعني دي حاجه كويسه. طبعا مركزك هاف رايت. تمام. قول لي كده بالنسبه مين اللي مرنك بقى؟ مين كان بيشجعك وبيمرنك؟ المدرب بتاعك الكابتن، كابتن احمد الصعيد. تمام. وهنا الكابتن جمال، الكابتن جمال شلبي. تمام. قول لي كده بقى انت كده يعني تطلعاتك في الفترة القادمة عايز توصل لإيه؟ عايز نوصل للحلم بس مش أكتر. عايز توصل لإيه كده؟ الحلم بس مش أكتر. ما هو حلم يعني، حطه محطة النادي المصري، عايز توصل لحاجة معينة. ممتاز. الدوري الممتاز إن شاء الله. مركزك إيه في الملعب؟ هاف رايت؟ هاف رايت. تمام. كابتن زيزو، بالنسبة للاعبين المميزين اللي بتم انتقالاتهم لبعض الأندية، اللاعبين ديت هل فعلا بالنادي اللي بيروحوا اللاعب اذا كان نادي استثمار او نادي عادي، هل انت بتقف على بعض مستوى اللاعبين ولا اي لعيب بيتم تسويقه؟ اللاعب المميز دي بيتم تسويقه من بدون اي ماديات. تمام. يعني احنا بنشوفه بنقيمه الاول، اذا مميز مثلا يستاهل ان هو يروح مكان من غير مثلا ما يدفع حتى اي مبلغ مثلا من المبالغ. تمام. بنعمل له مثلا التجهيز بتاعه، وبنشوف له مثلا النادي اللي هو اللي ممكن يخشه بشكل رسمي، وبنمضيه مثلا بشكل رسمي برضك، ونطلعه مثلا سواء اعلام او كده، بس نعمل له الشغل. يعني بتكون حاجه كويسه برضه للولد برضه. بتكون حاجه كويسه لو هو مميز برضك، موهوب. هو المميز هيفرق معاك طبعا. بالظبط. الموهوب ده هو حاجه طبعا بتكون يعني حاجه فذه من عنده هو، انه يكون في امكانيات، في برضك مواهب يعني تستاهل ان هي تروح المكان اللي هو اللي يستاهلها. تمام. يعني اللاعب مثلا بتشوفه بنقيمه الاول، جينا مثلا في المميزات اللي هو يستاهل ان يتحرك بيها على المكان او النادي الكويس اللي هو اللي يتبناه او يشوفه يستاهل مثلا اللي استمر فيه اللاعب ووصل في موهبته. بالظبط. تمام. علاء قول لي كده، علاء مثلك الاعلى بقى كده، اذا كان عالميا او محليا. مثلا الاعلى؟ يعني حابب تحب تكون زي مين مثلا في لا، او طريقه لعبك تشبه لعب مين؟ تشبه مثلا وليد سليمان. كده يعني. انت بتحبه ايه؟ انت اهلاوي ولا ايه؟ اهلاوي برضه. ماشي، مبروك يا عم. الحمد. انت اهلاوي ولا اسمك يا كابتن؟ اهلاوي ان شاء الله. مين؟ اهلاوي. اهلاوي. طيب ماشي. يعني الوحيد اللي فيكم زملكاوي طبعا، بنبارك للنادي الاهلي طبعا، وبنبارك طبعا لنادي الزمالك. كل الناس اهلاويه يعني؟ ماشي، كله ماشي. الاهلاويه طبعا فوق دماغنا طبعا. يا ريت عشان انتوا اهلاويه بقى اعرضوا لنا الصور بتاعه لعيبه نادي الزرقاء كده، تجهز لنا. كابتن زيزو، بالنسبه للاعبين اللي هم البراعم، هل في بالفعل التسويق براعم عندكم ولا؟ هو في براعم في الصعيد او بره الصعيد، بس احنا عشان خاطر برضك البراعم هتبقى عاوز مسؤوليه انك انت تتحرك بيه او تكون معاه بصفه مثلا دايما. تمام. زائد برضك اولياء الامور بتبقى فيها يعني في حاجات مثلا لازم تهتم باللاعب مثلا اللي هو البراعم، انك انت تتحرك بيه، تقعد الفتره كلها معاه عشان خاطر مثلا لو سافر من الصعيد او راح ليه طابع خاص، ليه طابع حاجه خاص معينه. حاجه معينه. زائد برضك انت عارف حضرتك اللي هو حاليا يعني الجو بالنسبه للمحافظات او ان هو يتحرك في اي محافظه او كده. تمام. هيبقى مثلا ليه اهتمام اكتر من هو الناشئ او اكتر من الفريق الاول بكل اهتماماته يعني. تمام. قول لي على كده بالنسبه للتطلعات في الفتره المقبله، يعني واخد النادي كمحطه مثلا، عليك هدف تاني ولا؟ لا ليا هدف ان شاء الله. ايه اللي هو بقى الهدف؟ نوصل للدوري الممتاز ان شاء الله. باذن الله نشوفك في الدوري الممتاز كده ان شاء الله باذن الله. طبعا يا ريت نعرض الصور بقى بتاعت نادي الزرقاء الرياضي، كانوا في معسكر طبعا. ده نادي سبورتنج الرياضه الصاعد للدوري الممتاز بيه بقياده الكابتن احمد فاروق. الكابتن حاتم الكومي المدير الفني لفريق 2003 بنادي الزرقاء الرياضي، اللي كون فريق كويس جيد هذا فريق الدلنجات الصاعد حديثا او الصاعد للقسم الثالث. اللاعب عبد الرحمن حمدي مواليد 2006، والكابتن محمود حنفي المدير الفني بقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي.
اللاعب محمد احمد واللاعب الكابتن هشام العزومي، طبعا لاعب جيد مواليد 2003، اللاعبين المميزين والمتميزين بالقطاع. طبعا البنك الاهلي الصاعد للدوري الممتاز لاول مره في تاريخه. لاعبين جيدين من مواليد 99 و2001، طبعا الكابتن سيف عامل مجهود كويس في اللاعبين المميزين اللي بيجوا مصارعه للقطاع. لاعب مهاجم جيد ولاعب سرد باك من اللاعبين المميزين المنضمين حديثا لقطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي. طبعا المدربين الكابتن محمود شامبو يمينا، الكابتن جمال عبد حليم شلبي طبعا مدير قطاع اداري الانديه بالاسكندريه، الكابتن محمود شيكو، الكابتن محمد فواز، الكابتن صابر محمود، الكابتن رأفت نور الدين مدربين القطاع. الكابتن احمد حرزه المدير الفني لفريق ال 2006 بنادي الزرق الرياضي وعمل بانديه سماد السويس ومنتخب السويس الرياضي. كابتن جمال عبد الحليم طبعا مدير الاداري. اللاعب علي محمود مواليد 2003. اللاعب الجميل المصلي مع احمد الشيخ انت اهلاوي نور، ماشي يا نور. اللاعب نور الشحات مواليد 2008. طبعا الفريق ال 2003 اللي طبعا اول يوم لهم معسكر اليوم وجبناه على الهواء من اللاعبين المميزين والجيدين، هنقول اسمائهم سريعا. اللاعب محمد عبد الفتاح واللاعب احمد ابراهيم واللاعب رشاد مالدين وحسام عرابي والفولي شيوتوس ومصطفى السيد نعيم اللاعبين المميزين وزين الدين محمد ومحمود جمال الشاذلي ومحمود عماد رزق ومصطفى عبد الرازق والحارس الجيد مصطفى توفيق من اللاعبين المميزين. طبعا محمود عماد سرد باك لاعب جيد تمام. طبعا ده برضو في المعسكر حراس المرمى مع الكابتن محمود، حراس المرمى جيدين طبعا قطاع الاسكندرية بقيادة الكابتن صابر محمود والكابتن محمود شيكو والكابتن محمد فواز. طبعا ده برضو فريق ال 2003 بنادي الزرق الرياضي في معسكره المغلق بمدينة بلطيم. وكذلك لاعبي الأسكندرية اللاعبين المميزين بمدينة الأسكندرية الموجودين أصلا في هذا المعسكر. عرضنا الصورة بتاعت 2003 تمام. اللاعب أشرف ياسر 2004 منضم حديثا لفريق ال 2004، لاعب من اللاعبة الجيدين المميزين. باللاعبين طبعا المميزين دوت اللاعب محمد مختار زيدان واللاعب احمد رسمي واحمد سامي وعبد الرحمن حسني واللاعب مصطفى شريف وزكريا محمد ونادر عبد الحميد ومحمود المهدي وكريم رضا وعلام احمد وعمر حسني وابراهيم محمد، طبعا من اللاعبين المميزين والمتميزين بقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي بقيادة الكابتن رأفت نور الدين، براعم طبعا النادي طبعا من البراعم الجيدين اللي تمكنوا بالفوز على النادي الأولمبي. عبد الرحمن أحمد فواز طبعا من اللاعبين الجيدين مواليد 2009 حبيبي رمضان، واللاعب الشاذلي من اللاعبين المميزين جدا جدا في قطاع البراعم بمدينة الأسكندرية، واللاعب طبعا عبد الرحمن الجريسي واللاعب ياسر اشرف من اللاعبين الكويسين اشرف ياسر معلش، واللاعب مازن طبعا اللاعب عبد المهدي او مهدي من اللاعبين الجيدين بقياده الكابتن احمد دودار والكابتن كريم احمد، اللاعب شريف مرزوق من اللاعبين الجيدين بقطاع البراعم، اللاعب سيف اللاعب نادي الاتحاد السكندري السابق والذي انضم حديثا لقطاع البراعم هذا الموسم، اللاعب الجميل اللاعب خالد فرج مواليد 2000 ولاعب مهاجم جيد جدا كان بيلعب في نادي غزل المحله وانضم لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. طبعا طبعا كابتن زيزو عايزك قبل ما نختم كده بتحب توجه الشكر لمين في هذا المجال؟ والله احب اوجه الشكر لكل اخواتي برضك اللي هم الموجودين والكابتن جمال والكابتن شيكو والكابتن احمد فواز حبيبك والكابتن احمد فواز
وبرضك ننسى كابتن صابر، كل المجموعة المدربين اللي موجودين معايا. كلهم حبايب والله. تمام يا كابتن زيزو، انت من الشخصيات المحترمة فعلا، ابن مدينة صهاد، مركز جهينة. جهينة ولا جهينة؟ جهينة. جهينة ماشي يا حبيبي. عماد قول لي كده، علاء عماد قول لي كده، حابب تشكر مين في هذا المجال بقى؟ بشكر الكابتن زيزو. تمام. واشكر الكابتن احمد حبيبي. واشكر الكابتن احمد. واشكر عائلتي. عائلتي حاجه، والدك ووالدتك كده. طبعا لهم فضل بعد ربنا طبعا. الحمد لله. الحمد لله. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوف الكرام الكابتن زيزو الضبع، شكرا جزيلا كابتن زيزو، واللاعب علاء عماد لاعب نادي المصري السلوم، شكرا. هنطلع لفاصل وتقييم من مدينه رشيد، ونستقبل ضيوفنا الكرام في الفقره الاخيره وفقره مواهب على الطريق. الذي يسعدنا من ملعب زغلول بمدينه رشيد يكون معنا الكابتن عمرو البازه المدير الفني للتسويق اللاعبين. اهلا بك. اهلا بكم في ارض مدينه رشيد، وتحياتي للكابتن احمد فواز ولحضرتك وكل القائمين على برنامج ملاعب بلدنا. عرفنا بقى النهارده الفريق واليوم الرياضي النهارده وكل حاجه عن اليوم ده. والله هو اليوم الرياضي النهارده عامله مع اخويا حبيبي الكابتن هشام فريق العمريه، وكنا عاملين مبادره كده تكريم لشهداء الجيش الابيض عندنا هنا في رشيد، فقلنا نعمله يوم رياضي نجيب نستدعي فرقه، وكابتن هشام مشكورا قبل الدعوه وجي النهارده. وطبعا انا بشكرك طبعا شكر شخصي حبيبي استاذ اسلام، يعني برضه على قبولك الدعوه وانك تيجي تغطي اليوم دوت، دي حاجه بالنسبه لنا تبقى حاجه كويسه بالنسبه لنا، وبعدين تبقى حاجه كويسه بالنسبه للفرقه. احنا جايين للكابتن عمرو الباز بحكم ان هو راجل مدرب حرس مرمى، وهو راجل اصلا عامل قطاع للناشئين والبراعم، بنشوفه جايين نشوفه احسن العناصر عشان نختارهم للقطاع عندنا، وكويس فيهم احنا هناخدوه، ومش كويس او يقدر يبقى كويس بينضموه معانا ويندمج مع المجموعه. هو بسم الله الرحمن الرحيم، الاول هو مركز شاب زغلول كان نادي شعبي سنه 70، وكان كل ما نصلح حته ارض ونتعب فيها ونعملها ملعب تيجي الوحده المحليه تاخدها للمنفعه العامه، وده اخر مكان، ده الملعب رقم 7 اللي انا شاركت في انشائه، وربنا وفقني وتم الانجاز اللي حضرتك شايفه دول. هنا اللقاء مع كابتن هشام العزومي مدرب المصنع الحربي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. كلمني عن فريقك النهارده. كويس جدا، يعني سواء من فرقه الكابتن عمرو ومن فرقتي برضو، يعني بقدم مباراه كويسه برضو الاكاديميتين، وفين برضو لعيبه كويسه يعني ظاهره بمستوى كويس برضو تلعب في انديه ان شاء الله باذن الله تبقى موجوده معانا. باك رايت وبلعب هاف رايت في نفس الوقت برضو. طموحاتك؟ والله هو طبعا الطموح يعني الحمد لله، يعني المفروض احنا يعني طموحنا باذن الله نلتزم باذن الله ان شاء الله. هو اللي بدا معايا المشروع، يعني احنا في الاول خالص كنا بادئين بحوالي 8 9 لعيبه، وكان معانا حوالي 7 8 اطباق وكره واحده، حبه في حبه طبعا بدانا نجيب ادوات، بدانا نلم اللعيبه، بدانا الفرقه طبعا تسمع في رشيد. طبعا اتحاربنا من ناس كتير قوي، وناس كانت عايزه توقع المشروع، بس الحمد لله احنا يعني كل الكلام ده ما التفناش ليه. يعني اللعيبه اصلا يعني هم كانوا معانا، في اللي كان بيلعب في نادي، وفي اللي كانت ما كانش بيلعب، وفي ناس لعبت دوريات قبل كده. انا بلعب هاف شمال. طيب قول لي بقى ازاي قدرت تكتشف موهبتك؟ والله انا كان طموحاتي كلها في الكوره، كان نفسي العب كوره من زمان، وان شاء الله باذنك يا رب يعني وصلت اللي انا عايزه، وبدعوه امي وابويا وجوده الكابتن عمرو طبعا وصلت ولعبت في نادي والحمد لله يعني. ورجعنا لكم تاني طبعا، وانضم الي في هذه الفقره فقره مواهب على الطريق. طبعا ده كان تقرير من مدينه رشيد لافتتاح هذا الملعب الجميل، طبعا بقياده الكابتن عمرو الباز مدرب حراس مرمى نادي المصري السلوم بقطاع الناشئين. انضم الي في هذه الفقره الكابتن محمد تريكا اداري نادي المصري السلوم. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا وسهلا كابتن. الحمد لله تمام. ومعانا اللاعب جميل لاعب ابراهيم ايمن محمد مواليد 2003. اهلا وسهلا. الله يبارك يا حبيبي. واصغر برعم في القطاع البرعم الجميل محمود محمد شوقي مواليد 2012. اهلا وسهلا محمود. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. حبيبي
طبعا ما ننساش شكر وتقدير لمطعم وكافيه ابو رحمه في القطاع في المعسكر. صراحه شكر موصول من الجهد المبذول لطبعا مطعم ابو رحمه اللي قائم باعمال جيده وراحت جميع اللاعبين في المعسكر بمصيف بلطيم، وطبعا حاجات نظيفه وحاجات يعني جميله تمام، والحفاظ على الصحه العامه دي كانت اهم احد اسباب النجاح. وطبعا هذا الشكر بنكرره لمطعم ابو رحمه بمصيف ومدينه بلطيم. كابتن محمد قول لي كده بالنسبه للهيكل الاداري بقطاع المصري السلوم. مبدئيا يا كابتن يعني هو الهيكل الاداري في المصري السلوم السنه دي بسم الله ما شاء الله يعني تمام، بقياده حضرتك طبعا تمام، حضرتك رئيس قطاع الناشئين والكابتن جمال وان السنه دي يعني احنا عاملين شغل كويس. مين بقى مدير قطاع المدير الاداري للقطاع؟ انا مدير قطاع القطاع. انت مدير والكابتن جمال والكابتن جمال ده هو الاداري كله يا كابتن. المدير انا مدير. هو المدير انت لا هو بقى؟ هو مديري هو مديري مدير. ايوه كده مدير. طبعا انا ما اقدرش اقول كده كابتن، كابتن جمال راجل يعني حبيبي ما اقدرش اقول حاجه، هو راجل احترمه جدا تمام، بتعلم منه شخصية جميلة، شخصية جميلة جدا. لسه بادئ طبعا اه طبعا في طبعا وانا بتعلم منه في حاجات كتير، هو شخصية جميلة وانا بتعلم منه، وكمان بنتكلم مع اللعيبة كويس انا والكابتن. ايه رايك بقى في الكابتن محمد فواز بقى والكابتن شيكو؟ لا لا مدربين اكفياء حاجة محترمة، بتنبأ لهم الفترة الجاية يكونوا مدربين كبار في أندية الدوري الممتاز كمان. بس أهم حاجة إن هم ما بيدخنوش ولا كابتن محمد فواز ولا غيره. لا هو كابتن محمد فواز بيدخن يا جماعة. طب قول لي كده ولكن الكابتن يعني كابتن صبري ما بيدخنش يا كابتن. تمام بجد. تمام توفيق. طبعا معانا اللاعب الجميل ابراهيم ايمن محمد. قول لي ابراهيم انت مركزك ايه في الملعب؟ مساك. مساك. انت اسمك ياسر ابراهيم ولا ابراهيم ايمن؟ ابراهيم ايمن. ابراهيم ايمن. ابراهيم ايمن. قول لي ابراهيم كده انت منين ابراهيم؟ انا من بولاق. من بولاق. بولاق ابو العلا ولا ابو الدخلور؟ ابو العلا. تمام. لا الدخلور. الدخلور. قول لي بقى لعبت في فين قبل كده؟ لعبت مركز شباب زين مع كابتن احمد هريدي. لعبت في نادي ترسانه مع كابتن احمد برضه. كابتن اسمه كابتن احمد. وبس حوارات كابتن محمد تركي رن عليا وكده. وقت مع النادي ومضيته وكانت الزرق. تمام. طبعا معانا الجميل الكابتن جمال فهمي المدير الفني لمنطقه اسوان لكره القدم، ومبروك للشعب ومدينه اسوان البقاء في الدوري الممتاز. كابتن جمال. الو. اخبارك يا كابتن جمال؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. وطي بس التلفزيون شويه معلش. لا لا بعيد عن التلفزيون. ماشي قول لي كده الجمهور مدينه اسوان طبعا والفرحه الغامره والعامره ببقاء نادي اسوان كابتن جمال. والله يا كابتن احمد انت من علامات الاعلام رياضه مصر. الله يخليك طبعا على المداخله دي على اساس نشكر جمهور اسوان ومجلس اداره نادي اسوان بقياده اللواء احمد سليمان والنائب مجدي سبالك. بصراحه مجلس الاداره عمل مجهود فوق العاده تمام لانجاز المهمه بنجاح، لان ما فيش امكانيات خالص يا كابتن احمد في نادي اسوان، والحمد لله ان الوزاره وقفت جنب النادي وادتنا المركز الاولمبي، غير كده ما كناش نستمر بصراحه. طب الحمد لله. لا الحمد لله كابتن احمد وبصراحه يعني سياده اللواء وكابتن مجدي سبالك ومجلس الاداره، الناس دي كانت بتسيب اهاليها وناسها وتعبت، كانت عايشه تعتبر كانت قاعده في القاهره بعيد عن الاهل والاصدقاء والناس. كابتن جمال طبعا ما ننساش الكابتن احمد كشة المدير الفني، طبعا حاجه جميله وطبعا من المدربين المميزين ب مدربين انديه الدوري الممتاز. لا انا دلوقتي انا بشكر طبعا الاداره بعد الاداره واللاعبين موصول الكابتن مجدي عبد العاطي اللي اسس الفرقه تمام، وبعد كده جه الكابتن احمد كشري بالاسلوب الراقي بتاعه اللي بصراحه عمل تطور هايل، هو كابتن احمد رجب والجهاز الكامل كابتن احمد كمال كلبوزه جميع كباتن كابتن مارادونا كابتن زيزو. بصراحه الجهاز ده عمل انجاز تاريخي يا كابتن احمد على في ظل الظروف والامكانيات المتاحه قدامهم، عملوا المستحيل بصراحه يعني الناس دي تعبت ولازم الناس دي تتخطى صح.
ألف مبروك كابتن جمال فهمي طبعا ببقاء نادي أسوان العريق طبعا، ويسهل البقاء في الدوري الممتاز. شكرا جزيلا كابتن جمال فهمي المدير الفني لمنطقة أسوان لكرة القدم. نجم الصغير بقى، نجم البراعم، مواليد 2012، محمود محمد محمود شوي 2012، صح محمود؟ قول لي كده انت اخبارك ايه بقى؟ الحمد لله. مركزك ايه في الملعب يا محمود؟ فرود. بتلعب فرود؟ بتمرس كويس بقى؟ وبتجيب جوان ولا لسه ما جبتش؟ بجيب. اول اهدافك بقى جبتها امتى بقى؟ السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ لا لسه. لسه؟ عايزين بقى اهداف كويسه كده، انت راجل فرود جامد كده. ان شاء الله. تمام؟ انت بتغيب بقى في التمرينات ولا منتظم في التدريبات؟ لا منتظم. منتظم في التدريبات. تمام. قول لي كده، بتحب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي. طب كويس. قول لي بقى انت كده بتحب بقى مين في لعيبه الاهلي وعايز تبقى زيهم؟ بحب حسين الشحات ومحمود كهربا. انت شبه حسين الشحات واهلاوي زي ماشي على بالي. قول لي ابراهيم كده، ابراهيم يعني انت بدايتك كانت في نادي الترسانه الرياضي وتم انضمامك لقطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي. ايه رايك في منظومه نادي الزرع والتدريبات والمدربين؟ وهل في استفاده وفي تغير في مسيرتك؟ صراحه نادي جميل وكل حاجه، وكابتن بيبو يعني داس على التمرين. انت وين كامل الاول؟ 2006. 2006 مش 2003. كويس والله في جسمك، بسم الله ما شاء الله. 2006 طلعت بتوع لسه؟ لسه انت 2006. قول لي كده محمود كده، انت يعني عايز تطلع زي مين كده غير حسين شحات؟ نفسي اطلع زي محمد صلاح. زي محمد صلاح، مش بعيده كده، ربنا يكرمك كده وبعد 15 سنه ولا 10 سنين لو زي محمد صلاح كده ان شاء الله هنفتكرنا؟ طبعا. طب حبيبي محمد اتريكا، قول لي كده بالنسبه للشغل الاداري بقطاع الناشئين بنادي المصري، بالنسبه التوقيتات التدريبات امتى؟ ايام ايه وعلى ملعب ايه؟ والله يا كابتن احمد احنا السنه دي بادئين موسم ان شاء الله باذن الله يكون قوي ونعرف ونطلعه لعيبه كويسه للدوري الممتاز. تمام. والمنتخب مصر برضه، لان عارفين الكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر ما بيسيبش الماتشات كلها بيبقى موجود فيها، بينقي افضل اللعيبه اللي تكون موجوده معاه في المنتخب. فبالنسبه للتمرينات والماتشات في النصر المصري السعوديون في اسكندريه بنبقى موجودين يوم الجمعه. احنا دلوقتي حاليا في معسكر لسه الناشئين في معسكر دلوقتي، البراعم كان معسكر الاسبوع اللي فات ودلوقتي حاليا الناشئين في معسكر، فهنبدا ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي، هتبقى من الساعه 10 التدريبات على انه ملعب يا كابتن؟ على ملعب ملعب الجيش بشاير الخير، ملعب الجيش في كرموز في الاسكندريه. تمام. بيبقى التمرين بيبدا من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 1. تمام. طب سبت كويس. ايام وسبت، جمعه وسبت واثنين عشان ايام الدراسه، عشان ايام الدراسه الاربع لبعض اللاعبين. وبعدين ان شاء الله تتحدد كمان يا كابتن لما الدراسه تبدا، هيتحدد الماتشات والماتشات بتاعت الدوري، وهتحدد التمرينات مع التوقيت المدرسي. تمام. او التوقيت ايام الدراسه. كان للاعيبه اللي فات اللي في الكليات، لو في حد في الكليه او اللعيبه اللي يعني في تنسيب بالنسبه ل ان شاء الله باذن الله. وطبعا جهزوا جوابات المدارس للاولاد، وكل لعيب بنطلبه منه اثبات كده من المدرسه عشان خاطر عايزين عشان يدوا له جواب، عشان يدوا له جواب عشان يبقى قدمه للمدرسه، يبقى عارف ان اللعيب ده بيلعب في نادي وموجود في نادي وليه تمرينات وليه ماتشات، عشان خاطر يعني يوفق بين المدرسه وبين التمرين وبين. تمام. ان شاء الله يعني. معانا الكابتن تامر السودان طبعا نجم نادي دمنهور والمدير الفني السابق بنادي الدلنجات. اهلا وسهلا كابتن تامر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا كابتن تامر؟ الله يخليك كابتن احمد. ايوه اخبارك ايه؟ انا تمام الله يخليك كابتن احمد، ازي حضرتك؟ انت عامل ايه؟ انت معانا على الهواء دلوقتي في برنامج ملاعب بلدنا. حبيبي يا كابتن احمد، الله يخليك كابتن. الله يخليك طبعا حبيبي. بنبارك على المجهود الوافر وليك دور طبعا فعال لصعود نادي الدلنجات دي القسم الثالث. والله يا كابتن احمد احنا نحمد ربنا واشكره والله على المجهود اللي احنا عملناه في النادي. تمام. كوننا فريق محترم جدا للصعود، الكل شارك في النجاح دهوت، والحمد لله كان الواحد ليه جزء، يعني اعتقد ان يكون جزء مميز كبير ومميز. تمام. الحمد لله وشكر الله. الحمد لله كابتن تامر.
كابتن تامر، بالنسبه لي ان شاء الله مسيرتك في الفتره المقبله، هل رجوعك او بقائك في الدلنجات ولا في فرق تانية في عروض جديده؟ لا ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله كده للصعود للدرجه الثالثه. الاول احب اشكر بس الاول مجلس الاداره بالكامل لانه وفر كل الامكانيات للصعود. احب اشكرهم بقياده الاستاذ شريف شندي، تمام، الراجل الخلوق الراجل المحترم، كل عناصر اللعبه، واهني الاول جماهير الدلنجات بالكامل لانها كانت اللاعب رقم واحد للصعود. طبعا جمهور جيد، وطبعا بعض المدربين الجيدين الكابتن محمود ثروت طبعا الفخراني، طبعا كابتن محمود والناس دي كلها، الناس ديت كلها وقفت ورا الفرقه واقفه والله، يعني هم كلهم اصحاب الانجاز. انت من المدربين الاكفاء كابتن تامر صراحه يعني، وطبعا الف مليون مبروك وشكرا جزيلا كابتن تامر السودان المدير الفني السابق بنادي الدلنجات الرياضي. قول لي كده محمود محمد يا شوقي، قول لي كده انت بتحب بقى يعني المدربين بتوعك ادام انت منتظم، مين اللي بيمرنك؟ ايه؟ الكابتن اسامه ولا الكابتن طارق حمدي اللي بيمرنك؟ كابتن طارق حمدي هو اللي بيمرنك. كابتن طارق تمام، بتستفادوا في التدريبات؟ ايه؟ بتستفاد في التدريبات؟ ايوه. علي صوتك كده بتستفاد؟ اه تمام. عايزين تبقى حاجه كبيره كده ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. جاهز يعني؟ ان شاء الله. قول لي كده ابراهيم، بالنسبه لتطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله، عايز واخد النادي الزمالك كمحطه ولا تطلعاتك هتكون ايه؟ ان شاء الله اخد النادي الزمالك كمحطه وكده. تمام. ولو غالي مثلا عرضه كام ده؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا كابتن محمد في ختام هذه الفقره حابب توجه الشكر الخاص لمين في هذا المجال؟ والله يا كابتن احمد حابب اوجه الشكر لحضرتك وللناس المقيمين في نادي مصر السلوم، الناس المدربين والاداريين اللي موجودين، وحابب اشكر اللعيبه كمان لان هي بتساعدنا كتير في التمرين. الفترات اللي جايه كمان عندهم مدارس، هيبقى المدارس والتمرين، فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تكون افضل واحسن، ويكون ان شاء الله باذن الله نادي مصر السلوم نشوفوه السنه اللي جايه في الدوري الممتاز به ان شاء الله، ويشوف منه لعيبه موجوده في الدوري الممتاز ان شاء الله باذن الله، ولعيبه موجوده في منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. ده نيتنا وده هدفنا الفتره اللي قادمه باذن الله. حابب بقى توجه الشكر لمين بقى ابراهيم كده اللي واقف جنبك وساندك كده؟ لوالدتي. تمام. ولاد خالي وكده وابويا وعمام وكده. يلا ربنا يوفقك كده. قول لي كده بقى بتحب تشكر مين بقى محمود؟ بحب اشكر بابا وماما وجدي وتيتا، دي اهم حاجه، ربنا يكرمك كده ويخليهم لك يا حبيبي. طبعا بنشكر ضيوف هذه الفقره، فقره مواهب على الطريق، وطبعا ما ننساش طبعا ان شاء الله باذن الله برنامج ملاعب بلدنا، هيطوف جميع الملاعب الرياضيه بمصر وعمل جميع التقارير وعرضها على شاشتنا باذن الله، شاشه الصحه والجمال ببرنامج ملاعب بلدنا. انتظرونا كل يوم ثلاثاء في تمام الساعه 11 من مسائه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.